إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين وقيوم السماوات والأراضين، الذي لا عز إلا في طاعته ولا غنى إلا في الافتقار إليه. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق الجهاد حتى آتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين وصحابته الأكرمين وتابعيه وتابعي تابعيه بإحسان إلى يوم الدين. معاشر الحضور، السلام عليكم ورحمة الله. الشهادة على الناس تشريف وتكليف. قدر الله عز وجل أن حاب هذه الأمة، أمة الإسلام، بأن أرسل إليها خاتم النبيين والمرسلين. فإذا كان النبي سابقا يرسل إلى قومه مبلغا ومرشدا، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم ختم به كوكبة النبيين والمرسلين وجعله رحمة للعالمين، كما قال ربنا في حقه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقضى بالخيرية على هذه الأمة الحاضنة للرسالة الخاتمة، فقال: كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فهذا شرف ما بعده شرف، تشريف أن ختم الله عز وجل سلسلة النبوة والرسالة بالنبي الخاتم صلى الله عليه وسلم. ولكن هذه الأمة مطالبة أيضا أن تكون شاكرة لأنعم الله، وأعظم نعمة هي نعمة الإسلام. وقد قال ربنا عز وجل في أوائل سورة المائدة: اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون، اليوم أكملت لكم دينكم. فالدين قد اكتمل عقيدة وإيمانا، اكتمل عبادة وسلوكا، اكتمل شريعة وتنظيما. فالدين قد اكتمل، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال الله عز وجل في آية أخرى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فإذا كان هذا الإسلام الخاتم، هذا الدين الخاتم، جعله الله عز وجل كاملا وبه تسعد البشرية إذا أطاعت وإذا خضعت وأسلمت لله ولدينه، أما إذا تمردت وطغت وعصت ستعيش مأساة في جميع ميادين الحياة. فلا سعادة للإنسان إلا في ظلال الإسلام، ولا سعادة للإنسان إلا في ظلال القرآن، كما قال ربنا في سورة الإسراء في الآية التاسعة: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم.
وهو ما نطق به الجن كما يروي القرآن في سورة الجن حينما استمعوا لبعض آي القرآن. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. إذن فهذه الأمة شرفها الله أن تكون شاهدة على الناس على جميع الأقوام السابقة، هل هؤلاء الأقوام أطاعوا أم عصوا، هل آمنوا أم كفروا. ذلك ما دلت عليه الآية 41 من سورة النساء حيث يقول ربنا عز وجل فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فإذا كانت الشهادة على الناس تشريفا فهي أيضا تكليف، والتكليف يتجلى في هذه الآية التي تلوناها في آخر الخطبة الأولى، ومناسبتها أن النبي صلى الله عليه وسلم طلب من الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود أن يقرأ عليه القرآن، فقال له اقرأ علي القرآن، فقال له الصحابي يا رسول الله أقرأ عليك وعليك أنزل؟ ليس بالأمر الهين أن يقرأ الإنسان قرآنا أمام النبي المرسل صلى الله عليه وسلم الذي أنزل عليه القرآن. أقرأ عليك وعليك أنزل؟ فرفع الرسول صلى الله عليه وسلم عنه الحرج قائلا أحب أن أسمعه من غيري. فبدأ الصحابي يقرأ أوائل سورة النساء يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. كان يتلو القرآن إلى أن وصل إلى الآية 41 من سورة النساء، قال له النبي صلى الله عليه وسلم حسبك، أي توقف عن القراءة. فنظر الصحابي إلى وجه المصطفى صلى الله عليه وسلم وإذا عيناه تذرفان الدموع هو يقول هذا الكلام، نظرت إلى وجهه فإذا عيناه تذرفان الدموع، وهي دموع الفرح ودموع الحزن على الأمة التي ضيعت، على بني البشر الذين ظلوا وأظلوا، لأن الرسول هو الرحمة للعالمين كما قال الله في حقه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وقال هو عن نفسه أنا الرحمة المهداة. والعين تدمع إما لحزن أو لفرح، كما قال الشاعر يا عين لقد صار لك البكاء عادة، يا عين لقد صار لك البكاء عادة فصرت تبكين في فرح وأحزان. إذن فما هي الآية التي أبكت النبي صلى الله عليه وسلم؟ هي هذه الآية 41 من سورة النساء، فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. فكل نبي يشهد على قومه، والرسول صلى الله عليه وسلم يشهد علينا جميعا، وأمة الإسلام مكلفة بالشهادة على الناس، فهذا مقام التكليف كما قال ربنا في سورة البقرة في الآية 143، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. أمتنا لا يمكن أن تبرئ ذمتها أمام الله إلا إذا حققت إيمانها بالله حقا،
إلا إذا عبرت عن وفائها لنبي الإسلام حقا، إلا إذا نشرت ميراث النبوة بين بني البشر، لأن الله هو الذي أمرنا جميعا في سورة النحل الآية 125: أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. إلا إذا حققت فروض الكفاية، وفروض الكفاية تستغرق الحياة كاملة في جميع مجالات الحياة، في علوم الشريعة، في علوم البيئة، في علوم التكنولوجيا، في علم الفلك، في علم الجيولوجيا، في جميع ميادين الحياة. لابد أن تحقق الأمة حضورها الفعال في الحياة لتبرئ ذمتها أمام الله، وبذلك تنال شرف الشهادة على الناس، وهذا شرف ما بعده شرف، فالشهادة على الناس تشريف وتكليف. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. اللهم إنا نسألك التقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم إنا نسألك العفو والعافية، اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا وفي الآخرة، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم خذ بأيدينا أخذ الكرام عليك، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، يحيى الصلاة، يحيى على الفلاح، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. استووا واستقيموا يرحمكم الله. الله أكبر، الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amen.
آمين. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.